شغل حرية كرامة وطنية. أسرار بن جبيرة 27 سنة، قريت إلكترونيك وتوا نخدم في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مسؤولة على برامج التعليم والثقافة. أول مسيرة خرجت فيها سيتي أون 2008 في ضربة غزة، وقتها نقرأ في الليسي. دونك في المسيرة هذيك وقتها الناس كل والليسيات كل خرجوا وخرجت معاهم، كمان كنت نقود شوية في المسيرة هذيك في الليسي متاعنا. كنت أول مرة نشارك في مسيرة وتحمست ياسر خاطر القضية تهمني، قضية فلسطين. المسيرة هذيك وقتها الناس كل برشا برشا معنا في الليسي ضربوا وتوقفوا كل شيء، مي انا ما مسني حتى حد بحكم اللي با بوليس. مي كي روحت للدار نلقى المفاجاه الكبرى انه بسمع باللي صار كل، وتوبخت ياسر معناها بحكم اللي هو معناها نظام بن علي، وكان ممنوعات المسيرات وكان ممنوعين ممنوع العمل السياسي معناها ومحرم اصلا معناها بحكم اللي الاب امني وامي تخدم في الجيش، دونك ما كانش تدور الحاجات هذيا في دارنا. وقراس للثوره 2011 ولينا نجموا نعبروا، ولا حتى ابن الامني عنده ولا ابنه الامني عندهم راي في كل ما هو سياسي. كنت ننشط في اللوجات فتحركنا برشا أكيد من أجل مطالب الطلبة، ومن بعد انخرطت في كل ما هو جمعياتي، انخرطت في جمعية تونسية للنساء الديمقراطيات، في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكنت موجودة في أغلب الحركات الشبابية اللي تكونت بعد 2011، وموجودة في كل التحركات اللي تدافع على الحريات والمساواة واللي معاه القضايا العادلة. الصباح نمشي نخدم نكمل الخدمة، نتعدى نعمل اجتماع مع المجموعة اللي قاعدين نسقوا في التحركات، ومن بعد إذا كان أصدقائي وصديقاتي كما نورس يستحقوني بحذاهم في الرابطة نمشي ونبيت بحذاهم ونصبح بالعكس، ومن الغدوة نتعدى نخدم. هذا صحيح معناها تكلفته جسديا غالية معناها ويخلينا مثلا نشعر بالإرهاق أو التعب وكل شيء، أما ما هي إلا مدة وتزول. وكما افتكينا الحرية في 2011 في ظل نظام فاشي، من نجم نفتك اليوم الحرية من بالمساحة هذه من الحرية اللي موجودة، معناها نفتك حقوقنا أما بالمساحة الحرة اللي أعطوه لنا المناضلين والمناضلات اللي خرجوا واحتاجوا في 2011. في اعتقاد فما نقطة بركة في علاقة جدول الأعمال اللي هي تحرك 6 فيفري. نحن المجموعة الموجودة اللي هما مجموعة أغلبهم ناشطين سياسيين أو ناشطين في المجتمع المدني، ندافع على كل القضايا خاطر نحن نؤمن أن الحقوق والحريات لا تتجزأ، وإحنا معها بكونيتها وشموليتها. أينما وجدت قضية عادلة باش تلقانا موجودين في الشارع، أينما كان فما مشروع ظلامي باش تلقانا نتصدوا ليه. المجموعة هذية تكونت بيناتهم حتى علاقات إنسانية، هما صحابنا اللي نقعدوا معهم في كل الأماكن، في القهاوي نتقابلوا في الدار، نلعبوا مع بعضنا، نفدكوا مع بعضنا، نخرجوا نسافروا مع بعضنا، يعني تكونت علاقات إنسانية من خلال النضال، من خلال التواجد في الساحات. نحن مؤمنين باللي نعملوا فيه، موجودين من أجل حقوق كل الناس، النساء، LGBT، حقوق الحق في استهلاك الزطلة. احنا ميدانيين وميدانيات صحيح، ولكن نعاونوا في الناس الكل، موجودين مرابطين ومرابطات في مقر الرابطة مدة الاعتقالات باش نستقبلوا المكالمات. نحن موجودين باش نخرجوا كل من تم اعتقاله على خلفية الحق في الاحتجاج السلمي. فما شكايات فيما يخص تجاوزات نقابات أمنية نحن قاعدين نتابعوا فيها، يعني إلى خلاف معناها بخلاف العمل الميداني والاحتجاجات والتظاهرات والعرك اللي كل يوم مع البوليسية، ففما جانب قانوني. نحن نؤمن بدولة القانون ونؤمن اللي فما قضاء مستقل لنجم يحاسب المجرمين. الحمد
الحملة هذه هي موجودة من 2015 وموجودة أساساً تعنا بمحاسبة كل الأمنيين اللي سلطوا أو يمارسوا عنف شديد على المواطنين. حملة حاسبهم بعد جاء قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، فالحملة نفسها والمكونات اللي فيها نفسها قاعدة تخدم ضد هالقانون. وعلى خلفية الاحتجاجات، نحن اليوم مطلوبين أمام العدالة. عنا 4 قضايا فيما يخص الوقفة الاحتجاجية هذيك. الحقيقة موش باش معناها القضية هذه أو الحملة هذه مانيش باش ننساها بالسهل، بويسكو كما قلت لك أنا مهددة أنه يتحكم عليا على خلفية الاحتجاج ضد قانون غاشم كما هذيك، قانون فاشي، قانون يأسس لدورة البوليس. أختي مانيش أنا اللي قلت لها أهبط وشارك، بالعكس هي جات فولونتي منها هي. نراها كيفاش تتفاعل معايا مع ستاتياتي في فيسبوك، الشعارات اللي تكتبهم، مواقفها، فهذا كل ما ينجم يخليني كان نفرح ونقول اللي حتى خاطر أختي أصغر مني ب6 سنين، نقول فوالا فما جيل آخر ينجم ياخو منا نحن الروليف ويكمل هو في اللي بنيناه نحن، ونفرح إنه ماناش باش نسلمه في حقوقنا اللي افتكيناها بالدم.